احباب السلام عليكم، كي دايرين؟ صحيح ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا لاباس، اموركم مزيانه يا ربي الكريم. نتلاقاو فيديو مشتريات في هاد العطله تاع الصيف. المهم مسافرت، شريت شحال من حاجه هتشوفوا في هاد الفيديو مشتريات. فوالا، وهتشوفوا مشتريات تاع الحوايج ومشتريات تاع الحنه. درت واحد لا كوموند قبل ما نسافر من اغومازون، ماشي امازون، اغومازون البنات. اغومازون تتبيع لي برودوي تاع الحناني والقلب العاني ولي بودغ ايروفيديك ولي بودغ ناتورال ولي بودغ طبيعيين، على قباليت الشيب وعلى قباليت الوجه. هذاك الشيء زوين واثمنه مناسبه، وتتبيع غليسيرين فيجيتال. المهم تتبيع شحال من حاجه، وماشي اول مره انا تنشري منها. راه عندي بزاف الفيديوهات اللي طلعتوا هزيتوا عينيكم في القناه، هتبان لكم بلاي ليست. البلاي ليست اللي دخلتوا عندي الفيديوهات تاع الحنه، وعندي الفيديوهات فيهم مشتريات تاع الحنه وهذاك الشيء، وعندي فيديوهات تاع فرنسا، المعلومات تاع فرنسا. المهم الفيديوهات عندي مقاداهم ومفرقاهم ومصايباهم، ما علينا احبابي. المهم هذا الفيديو هنهضر لكم فيه، غنبارطاجي لكم فيه مشتريات. ان شاء الله الفيديو يعجبكم. كما تتشوفوا راني كحاليت، وليت كحله عزيه مع البحر ولا بيسين. المهم هاد الضفره على فرونسيز، هاد لي تريس على فرونسيز تينفعوني في هاد الوقيته تاع الصيف. صراحه لا ما دايره لا ماكياج لا والو، دايره اون كريم ايدغاتونت، واحد شويه تاع لا كريم تاع غارني الواقي الشمسي، والله يجعل البركه. ما تندير حتى شي حاجه في الوقيته تاع الصيف، وعاجبني الحال لان من تنبرونزا مزيان ما تيبقاوش يبانو فيا لي سيغن، تيبدا اللون تعجبني. نولي سمراء، من تنولي سمراء الوجه تيبان زويون وما تيبانوش فيا لي سيغن. المهم ما نكثرش عليكم، توكلت على الله ونبدا الفيديو. اول حاجه في الفيديو هو غنبارطاجي معاكم لي باسكيت. لي باسكيت تعقلوا، كنت في الفيديو تاع لي سول تاع البرومير، واحد لا بارتي بروميير تاع لي سولد، من كنت درت مشتريات تاع التخفيضات تاع السولد تاع الصيف، وريتكم هذه. كنت شريتها الرايان، هذه 30 اورو ناقص 50%، هذه شريتها اديداس. المهم حاشاكم لبسها مره. مشيت البنات شريت لي نفسها حيت 15 اورو لقيتها رخيصه الخلي الله. هي هذيك عاودت مشيت جزدت وحده اخرى نفسها، ولكن هذه 34 لا بوينتور، وهذه 35 لا بوينتور. فوالا نفسهم، غير هذه 35 وهذه 34. على قبل تيكبر غادي تيكبر دغيا، ولا تيكبر دغيا تجي واحد القيطه تيدير دي بوسي دو كرواسونس. الوغ جو مو سوي دي غنشري لي نفسها هي هذيك، ولكن نمره كبر منها. هادو بالنسبه لرايانو، رايانو هو رايان ولدي، حيت واحد السيده في التعليق واحد المره قالت لي، خلات لي اسئله، مالك تقولي ليه رايانو؟ راه رايانو للتحبيب وللتدليع، اما هو رسمته رايان، ولكن انا تنقول ليه رايانو. كما انا تقولوا لي الناس فضيله، تقولوا لي الناس فضلتي، او تقولوا لي في الدوش، او تقولوا لي فيدي، او تقولوا لي الحاجه فضيله، فهمتوني؟ ودابا غنوريكم هاد سميتو، هادي سبادري شريتها انا، هادي شريتها ليا انا، نفس الموديل تاع رايان تاع ولدي. هانتوما تيتشابهو، ها هما شتيهم. هادي اللي شريتها انا الحباب، هادي شريتها ب 12 اورو، لقيتها صولدي ناقص تقريبا واحد 70 ومع 80%، كانت دايره المهم عرفتش شحال كانت دايره. المهم انا شريتها ب 12 اورو، 2400 ريال مغربيه. فوالا ها هي دايره بحال هكذا، سامبل فيها السيور، كنت بغيتها فيها السيور انا لان تعجبني السيور في السبادريات. فوالا شريت النمره 39، تلبس انا 39 وبعد نبدا نلبس 40. المهم قيستها قلت هميزه نشريها، فوالا كيما تنسمو هادو هما الهميزات. وشريتها في البوتيك تاع النايك، كانوا دايرين لي سولد مهرسين الاثمنه،
فوالا هادو بالنسبه للسبادريات حباباتي. دابا غنبارطاجي معاكم الحوايج شريتهم ثاني ريان من اوركسترا. مشيت لقيت سولد في اوركسترا او وعيت عندي انا لا كارت تاع اوركسترا. المهم خديت لي هاد لي دو ديباردور كانوا دايرين 8 اورو وناقص 4 اورو ناقص 50%. المهم هذا شريتهم ما في لا سولد لا حتى شي حاجه. هادو شريتهم ب 4 اورو. ها هما خديت اللون ابيض وخديت اللون غري من اوركسترا. خديت ليه 12 عام على قبالي تفليت تلبسهم في الليل حيت يعرق وداك الشيء وتناخذهم لي في التيسير. شريت هذا لو تيشيرت نوار رايان. ها هو تيشيرت نوار ناقص 50% وزائد ناقص 30% هي 5 6 7 ناقص 70%. هاد التيشيرت كان حباباتي ب 20 اورو و 20 اورو ناقص 70% 70% يعني لا يربي ناقص 20% سميتو لو بري كلوب. يعني متى تكون عندك لا كارت تخلصي 10 اورو. هاد 10 اورو نقصوا منها 50 اورو ونقصوا منها 50 اورو ناقص 50% وناقص 30%. فوالا هاي تيشيرت شريت ليها حباباتي تيشيرتات بازيك سامبل باش يبدل بيهم لون اصفر ولا لون ابيض ولا لون تركوا تركوا. شريتهم هادو ما مسولدين ما والو خديتهم لي غير ب 7 اورو. هاد لي 3 تيشيرت 7 اورو يعني راه طايحين ثمن مناسب والقطن تاعهم بيو طبيعي القطن سميتو زوين. وشريت لي هاد لا فيست هي هذيك في الكري على قبل تلبس رايان بزاف الحوايج في لي فيست بحال هكذا كانت دايره 12 اورو ولو بري تاع كلوب ملي تكون عندك لا كارت لا يربي 15 اورو كانت دايره ولا دايره 7 اورو 7 اورو ونص. نوريكم الثمن بلا ما تولي فلو فوالا ما عرفتش واش تيبان ولا لا. انا عندي لو غوتور كاميرا راه تنشوف هادشي اللي قدامي فوالا ها هو سامبل سامبل البنات ديبا سميتو فيس بلا كابوش اوركسترا فوالا. خديت ليه 12 عام لان ديجا كنت شريت ليه فهاديك الوقيته تاع لي سولد كنت خايده ليه 10 سنين ودابا قلت نشري ليه تاع 12 عام لانني باش ندير ليه شي شويه تاع لو ستوك ونتهنى فوالا. هنا يا حباباتي شريت ليه سروال تاع الجين 10 سنين هذا لقيته سولدي وقيله لقيته سولدي لا 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 ماشي سولدي. المهم بري كلوب المهم لقيته ثمن مناسب فوالا. اهم حاجه في الكري في هاد العيبه سهله على قبيله المدرسه هاد العيبه يعني تيخشيها هنايا تتكون سهله. سامبل السروال ولكن الاستيك ها هو الاستيك اهم حاجه انه مريح احباباتي فوالا فوالا. المهم البنات اللي تياخذوا من اوركسترا وعندهم لا كارت خلوا لي في التعليق واش الحوايج تاع اوركسترا تعجبوكم ولا لا. سورتو ان تقدي تاخذي غير لا كارت تاع شهير تتخلصي غير 7 اورو وتستافدي ولكن سي بلوز انتريسون ان تكون عندك لا كارت تتخلصي 30 اورو في العام وتستافدي من ناقص في المية دائما بري كلوب فوالا. وهذا خديتو لي كنت خديت ليه المره اللي فاتت نفس ماشي نفسه مغاير لي كولور سي با باغي ما كانوش الالوان بحال بحال هي هذيك احباباتي خديت ليه 14 عام هذا خديتو لي. علاش خديت ليه هاد 14 عام لقيت انني لقيتو سولدي مزيان هو ثمنه الرئيسي 18 اورو ولا وناقص بري كلوب 9 اورو وهاد 9 اورو حبيباتي دايرين فيها ناقص 50% زائد ناقص 20% يعني 5 6 7 يعني ناقص 70% يعني ثمن ميزه كما تنقولوا وزوين والقطن تاعو مزيان وصحيح. او بولو انا تعجبني نلبس لولدي دي بولو كوم سا سهلين في سميتو في اللباس وزوينين. المهم
هادو بالنسبه للحويجات. دابا هنوريكم وهنشرح لكم هادوك المشتريات اللي شريتهم على قبليه الحنه لي بودغ ايغو فيديك، ومنهم نشرح لكم مزيان ونشد عليهم مزيان ونفسر شحال من حاجه. احباباتي حباباتي، اول حاجه هنبدا بها هي كتم. كتم البودره كتم مذكوره في القران، الشيب الحنه مذكوره في القران، يعني تتصبغ الشعر بطريقه واعره وقيله زينه لما نفعتك ما تضرك. الحنه وكتم مذكوره في القران البنات، فوالا. يعني اللي بغيتي تصبغي صبغي بها، خلطي بها اللي بغيتي، ديري بها اللي بغيتي مع القهوه ومع اتاي، ديري فيها الجليسيرين، ديري فيها اللي بغيتي. المهم انا تنشريها وتتعجبني وتتغطي الشيب 100%. هنا يا حباباتي عندي بودرة الصدر، سيدغ الصدر، الصدر تقوي الشعر بحال كاتام، تقوي الشعر واعر. انا ديجا بارطاجيت معكم شحال من مرة وتنخدم به حتى شامبوانات للشعر واعر البنات. الصدر هنايا بودغ ايبيسكوس. اشنا هو البودغ ايبيسكوس؟ هو بودرة الكركادي، تنخدم بها في وجهي، تنخدم بها قريبا ان شاء الله تشوفها في شي فيديو عندي. الشعر تتبخ الشعر البنات اللي تعجبهم اللون احمر، هاد لا بودغ ايبيسكوس واعر الشعر الوجه والشعر. بودره الايبيسكوس وكاينه بودره تاع داماس، وكاينه بودرات بزاف على قبليه الوجه وعلى قبليه الشعر، زوينين. اي حاجه شتوها فيها لون احمر في هاد لي بودغ طبيعيين راه تطلق الاغلبيه، تتعطي لون احمر بالنسبه للشعر. هذه بودغ دوغ كانيت، تتصبغ الشعر بواحد الطريقه خطيره، كولورون فيجيتال نباتي. الورده تاعها راه شتوها اللون تاعها بحال 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 تيركواز غزاله. تاع دوغ كانت زوينه كما قلت لكم، تتغطي الشيب اللي خلطيها مع الحنه وخلطتها شحال من حاجه ولا درتيها غير بوحدها، ولكن كما تنقول ما تيكون شيب مع عصعص، تتصبغي جوج مراحل. في صندوق الوصف هنخلي لكم الفيديوهات، ولا هتطلعوا تشوفوا البلاي ليست، تهزوا راسكم في بلاي ليست، دخلوا الفيديوهات اللي دايره فيهم الحنه، الفيديوهات تاع الحنه والصبغه الطبيعيه، وتلقى بزاف الفيديوهات. لانديغو حبيبنا لانديغو راني دايره عليه فيديو بوحدو، هاد لانديغو هنخلي لكم الفيديو اللي مشرحه فيه شحال من حاجه في صندوق الوصف، هنخليه لكم. راه كاينه العفصه بحال لانديغو حتى هي زينه، تتعطي الصباغه تاع الشيب دقه بطله غزال لانديغو. هنا يا حبيباتي الحنه، الحنه مذكوره في القران زينه، ديري لحمك لوجهك لشعرك تعجبي بها، الله يحن علينا والله يحن عليكم، والحناني والقلب الهاني انا بعدا كاين عزيزين عليا الحنه وعزيز عليا هادشي، وتتعجبي في هادشي البنات والله العلي العظيم لهادشي تاع الحنه والمشتريات اللي تعجبوني من بين الفيديوهات اللي تعجبوني واعرين. هذا الايبيسكوس باقي ما مطحونش، ها هو هنايا باقي ما مطحونش واعر البنات. اما انا تشروه بحال هكذاك ولا تشروه مطحون، انا تعجبني نشريه مطحون ومره مره تنشريه بحال هكذاك. وهنا يا حباباتي شريت شاتان، شاتان فونسي، هاد الصباغه زينه ساهله، فيها 4 ساشيات 50 غرام في كل ساشيه، تتغطي الشيب مخير، ولكن اللي كان شعرك مصعصع بالشيب ضروري ديري شويه تاع الحنه قبل في البلايص تاع الشيب باش هادي تشد لك مزيان. هنايا بودغ دو سيدغ وريتها لكم وشرحتها، تنخلطها دائما البنات، هادي تنديرها دائما مع شويه تاع الحنه. الصدر، الصدر معروف، الصدر من شجره تاع النبق، اللي كنتو تعرفوا الشجره تاع النبق في المغرب راه الوراق تاعها هو الصدر، زين لتطويل الشعر، زين شحال من حاجه احباباتي. هنايا غنشارك معكم الحاجه اللي دائما تنشريها وتنعاودها وتنعاودها، هي برو دو نوا، قشور القرقاع. هاد قشور القرقاع تيعطي صباغه قهويه للشعر، قهوي ماغون الكراميل، اللي صبغتي بيه بزاف تعطيك ماغون كراميل. ما تتخطانيش هاد برو دو نوا، تنشريها شحال من مره. هاد قشور القرقاع راه جايين من المغرب بنات المغرب، راه هاد قشور القرقاع كاينين في المغرب. خليت لكم الصحه والسلامه والعافيه حباباتي، ونتلاقاو في فيديو جاي. ترحب بكل اقتراحات بكل تساؤلات، ما تنساوش ليا لايك وتعليق، مرحبا بكم عندي في انستغرام، الله يسهل الله يفرحكم.